سعيدة. القدس لنا، قدس العرب، فلسطين، محكمة التاريخ وغيرها من الأغاني غناها لفلسطين القضية المركزية عنده، وكان صوته يصدح مع كل ظلم فرضه الاحتلال الإسرائيلي على أي أرض عربية. الفنان معين شريف ضيفنا اليوم بفن الخبر بمقابلة سياسية بامتياز. رب ضارة النافعة، هاللفتة الكريمة من الأمريكان للقدس ذكرت العرب بواجباتهم، لا بل أحرجت الأنظمة العربية مع شعوبها. وأنا بقول منشد ومنشتغل على الشعوب العربية مش على الأنظمة العربية، لأن أنتوا شفتوا إن كان من خلال اجتماع الجامعة العربية أم المؤتمر الإسلامي امبارح بتركيا، كانت القرارات أو البيان النهائي كان خجول وما كان على قد ما نحن بنطمع. الشعوب مبيضتها أكثر، المقاومة، هاي التجربة اللبنانية، قديش رحنا وقديش في ناس نادت إنه لا عبر الأطر الدبلوماسية أو القوانين الدولية أو مجلس الأمن أو كلهم سوا، قد إيه أخذنا قرارات 425، القرار 4.25، قد إيه ضل هذا القرار نفس الشيء. المقاومة أثبتت بعد أو بكل الأزمنة وبكل الأمكنة، المقاومة هي السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف المحقة. اليوم في تجربة سماحة السيد فخامة الرئيس، يعني قدموا نموذج جديد عن السياسي أن ممكن يكون سياسي صادق. فلك إذا على هذا الخط بتشهي السياسة اللي راح يفوت فيها. إذا في انتخابات ونلاقي إنه ترشحي بفيد البلد محل معين، أنا مني ضد. يعني أنا اليوم بس بدي أنزل على هذه المعركة، ما رح كون بس عم مثل منطقة، ممكن يكون عم مثل وطن. عندي قناعة إنه الفنان هو ابن بيئته وابن واقعه، مش مثل زملائي، يعني ماني قاعد بالكوكب تبع الفنانين. حجر يجابه مدفعا أشدى من الخطب المثارة، أضحيت في عرف الدنا بطلا يقاتل عن جدارة ويتم تحرير البلاد على يديك وبالحجارة. لهون مشاهدينا تكون وصلت فقرة فن الخبر لنهايتها، منشوفكن، باي باي.